بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. هنشتغل في فيديو طلب مننا برضو من الأصدقاء إن إيه هي الفوائد التنس أو لاعب التنس الأرضي من الناحية النفسية. الناحية النفسية اللي هي الإنسان مثلا من ناحية إن هو يعني هل هي بتفيده من ناحية راحة البال، من ناحية التفكير، من ناحية حياته الشخصية؟ آه طبعا، لاعب التنس يستفيد، التنس الارضي تستفيد من ممارسه لعبه التنس الارضي، تحسن من مظهر اجسامنا وتضفي جمالا عليه وتزيد الثقه بالنفس عند الانسان. لاعب التنس فعلا تلاقيه طبعا شيلوا الشنطه بتاعته وشيلوا مضربه، دي نفسيها بتدي جمال وتضفي عليه جمال وراحه نفسيه لدى اللاعب ولدى ممارس لعبه التنس. رياضه التنس خير سلاح، خير سلاح، يعني الانسان يقتل بيه وقت الفراغ هو لعبة التنس الأرضي أو الرياضة ككل، ولكن لاعبي التنس الأرضي يستفيد من وقت الفراغ بأنه إزاي يقتله داخل الملعب وداخل التدريب وداخل لعبته المحبة ليه. هي طبعا وقت الفراغ السلبي وتقهر به الروتين الممل وتشعر من خلالها بالمتعة والإثارة والسعادة، وهذا بدوره يقلص الفرصة لا للاصابه بالامراض النفسيه المختلفه وخاصه الاكتئاب وغيره من الامراض، لان لاعب التنس ده بيكون عنده نشاط وعنده تفكير وعنده ومنظم جدوله وانه عنده تدريب عنده لعب، تضفي عليه الراحه النفسيه من داخل نفسه. رياضه التنس الارضي تمنحنا قدرا كبيرا من الانضباط والتحكم بالضغط والتوتر اليومي في حياتنا. رياضه التنس اصلا بتساعد على النوم وتعالج الارق، يعني اللاعب لما يخلص لعبه ويشطف وياخد دش وينام بتلاحظ براحه نفسيه لدى اللاعب، وتساعد على النوم وتعالج الارق والتفكير السلبي والسرحان اللي هو التشتت. احيانا الانسان بيبقى ايه في حاله من كده، لاعب التنس لما بيخلص الماتش بتاعه ويحس براحه نفسيه من الناحيه النفسيه. وهي باختصار طبيبنا النفسي الذي يعيد لنا الاتزان الداخلي ويمنحنا الراحه النفسيه، مما ينعكس بالايجاب على كافه الجوانب في حياتنا المختلفه. اذا نطلع بمعلومه ونقول ايه، ان لاعب التنس من الحاله النفسيه التي تخرج عندما ادخل الملعب واخرج منه، ده في حد ذاته هدوء نفسي لدى اللاعب. ودي مجربه، جربناها كتير في اللعب. الواحد لما يكون عنده توتر وشد اعصابه يخش الملعب يلعب ساعه او ساعه الا ربع، يحس انه فعلا نفسيا استريح، يحس انه فعلا في هدوء نفسي، يحس انه هو فعلا بقى له عنده وقت فراغ وملل ويروح يأدي في النادي يلعب ساعه او ساعه ونص او اي وقت، بيحس براحه نفسيه كامله داخل الملعب. اذا نقدر نقول ان فوائد النفسيه للتنس الارضي كثيره جدا ومجربه داخل الملعب، ويا ريت كل الناس تقدر ان هي او كل محبين هذه اللعبه ان هم يمارسوا اللعبه، واللعبه سهله جدا. واحنا يمكن عملنا اكتر من فيديو كيفيه ان انا اقدر العب بدون مدرب، العب بمدرب وهكذا، وعملنا اكثر من فيديو وشهاده، وبعض الزوار شكرونا على هذا، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.